سبور إكسبرس. مرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي اللي استأنف اليوم التمارين استعدادا للموسم القادم. حصة اليوم كانت بإشراف المدرب يقبل الرويتي بمساعدة سيف غزيل واسكندر قردبو. شنو صار في الحصة التدريبية؟ شنو مصير رئاسة النجم بعد إغلاق أجيال الترشحات؟ التفاصيل هذه كل نأخذها مباشرة من سوسة مع مراسلنا نجيب المجلسي. نجيب مرحبا بك. مرحبا بك أحمد، تحية ليك، تحية اللي يسمع فينا الكل. كما قلت استأنف نجم الرياضي الساحلي اليوم تمارينه واستعداداته للموسم الجديد. استأنف تمارين كان بملاحظة أنه غياب جميع المسؤولين، فما حتى مسؤول حاضر في الحصة التدريبية باستثناء كان موجود زيد جزيري مع الإطار الفني والملاعبين. اليوم تقريبا 35 لاعب استأنفوا التمارين، غياب اللاعبين الأجانب، فيهم شكون مازال ما رجعش من العطلة الصيفية نتاعو، فيهم شكون مازال تفهم بعض الإشكاليات على غرار زين الدين بوتمان، فيهم اللي فسخ عقده. من جهة أخرى كما قلت غياب الترشحات على رئاسة النجم الرياضي الساحلي، وحاجة كنت متوقع أحمد أنه مش باش يكون حتى مترشح لرئاسة النجم، وبالتالي باش يمر يمكن نمر إلى الهيئة التسييرية، واللي هي باش تكون كما قلنا من المنتظر باش يكون عثمان شنيح هو باش يقود الهيئة التسييرية، لكن هذا ما يتأكد إلا غدوة بعد اجتماع الرؤساء القدامى. اجتماع باش يكون غدوة نورمالمون في مركب النجم الرياضي الساحلي غدوة العشية، باش يشرف على الاجتماع عبجيل بوراوي رئيس الهيئة المستقلة وأحد الرؤساء القدامى، ونورمالمون باش يكونوا حاضرين زادة باقي الرؤساء القدامى الموجودين، وباش يخرجوا بالقرار النهائي. الفورمول الموجودة والفورمول اللي قاعدة مطروحة باللون الأخيرة أنه عثمان جنيح رئيس الهيئة التسييرية معاه حمد كمون أيضا أسماء كما الحاج رضا الغزي كيف كما أمين الرئيس كما حسن الشواش باش يكونوا في هيئة تسييرية توافقية يتوافقوا عليها الناس كل، في انتظار تكون غدوة المصادقة ويكون القرار النهائي من قبل الرؤساء القدامى، وتكون هيئة إنقاذ تقريبا وهيئة تسييرية اللي باش تشرف على رئاسة الفريق في الفترة القادمة. شكرا ليك نجيب، اكيد باش نرجع الموضوع ذاي باكثر تفاصيل في قادم الايام. اكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء على مقر إقامة المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 اللي باش تلعب في آخر العام هذايا. منتخبنا الوطني باش يقيم بفندق ويندوم جراند الدوحة، في حين ستكون تدريبات نسور قرطاج في ملعب العقلة. اللي يتفرجوا فينا توا في اللايف قاعدين يشوفوا في صور سواء النزل أو مقر التدريبات ملعب العقلة. وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في البيان اللي كان نشره كونه المنتخبات 32 اللي باش يلعبوا كأس العالم هذايا باش يقيموا في ريون صغير برشا تقريبا نتاع 10 ولا 15 كيلومتر في اماكن قريبه كما قلنا من بعضها، ومش بعيد على الملاعب اللي تحتضن مباريات، وهو ما سيسمح لها بالتنقل بدون استعمال الطائره، يعني التنقل باش يكون على حافلات، وهذه واحده من ميزات كاس العالم في قطر القادمه كاس العالم 2022. الدولة وسائل إعلام مصرية اليوم أخبار مفادها قبول محكمة التحكيم الرياضي التاس التماس كان تقدم به نادي الإسماعيلي للتخفيض من مبلغ التعويض اللي حكمت به لصالح اللاعب السابق للفريق الأسعد الجزيري من 450 ألف دولار إلى 375 ألف دولار. شنو الصحيح من غلط؟ التفاصيل هذه كل نسمعها مع الأستاذ محمد الركباني محامي اللاعب الأسعد الجزيري. طبعا القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بخصوص الأسعد الجزيري هو قرار نهائي، فماش حتى التماس يمكن القيام به أمام المحكمة. اليوم نادي الإسماعيلي تم رسميا معاقبته ثلاث فترات تسجيل من طرف الاتحاد الدولي فيفا. النادي هذا ما عادش بإمكانه تسجيل أي لاعب إلا بعد خلاص مستحقات اللاعب التونسي اللي هي في حدود 450 ألف دولار. في الدوري المصري، مادام حكينا على الدوري المصري، إسترن كومباني فاز على المصري بهدفين لهدف. المباراة هذه ضمن الجولة 27 من الدوري المصري شهدت مشاركة اللاعب محمد علي طرابلسي وفراس عيفية، زوز توانسة يلعبوا في إسترن كومباني، وإلياس جلاسي اللي كان شارك مع فريق المصري وكان صاحب الهدف الوحيد لفريقه المصري البورسعيدي، في حين غاب اللاعب سيف إتقاع. في أخبار الميركاتو، لويس سواريز أعلن من على حسابه على انستغرام من خلال فيديو نشره على حسابه على انستغرام عن توصله الى اتفاق مع ناديه الام وين بدا مسيرته عام 2003 ناشيونال. كما قلنا من اجل انضمام ليه، سواريز قال توصلت الى اتفاق مبدئي مع نادي ناشيونال ولم يكن بوسعي ان ارفض عرضا مثل هذا، اتمنى ان يتم كل شيء في سرعه وان يتم الانتهاء من الاجراءات في اقرب وقت حتى يتم الاعلان عن الصفقه بشكل رسمي.
في بقية أخبار الميركاتو، اليوفي توصل إلى اتفاق مع أرون رامسي وتم فسخ العقد مع اللاعب قبل نهايته بعام. الفسخ هذايا يأتي في إطار سياسة اليوفي اللي تهدف إلى التخفيض من كتلة الأجور. في أتلتيكو مدريد، رئيس أتلتيكو مدريد قال في تصريحات صحفية كونه لا يعلم من بث إشاعة انتداب كريستيانو رونالدو، كون وصول كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد هو أمر شبه مستحيل، في وقت زاد كريستيانو رونالدو كان اجتمع اليوم مع مسؤولي مانشستر يونايتد هو خورخي مينديز وطلب منهم مرة أخرى الحصول على رخصة الخروج المغادرة حتى يلعب في فريق في يلعب تشامبيونز ليج، ولكن إجابة مانشستر يونايتد كانت هي بيدها، قالوا له لا أنت داخل في البروجي متاع مدرب جديد تنهاك في مانشستر وبالتالي صعيب برشا كان خليهوك تخرج. في المباريات الودية لليلة الناس اللي تحب تسهر، ماضي ساعة ونص البارسا يواجه اليوفي في الكوتن بول في دالاس في ساعة ونص كما قلنا متاع الصباح. المباراة هذه تعديها قناة الرابعة العراقية، ما ثلاثة ونص زادة أكثر شوية سهرية هذه تستحق الحقيقة. ريال مدريد يواجه كلوب أمريكا في الوراك البارك في سان فرانسيسكو، نفس القناة الرابعة الرياضية هي اللي بتبث المباراة هذه. النشرة الرياضية وكل أخبارنا النشرة الرياضية هذه وكل أخبارنا تلقاها على موقعنا موزايكا فام بونيت. نخليكم توا مع شاكر دالي وائل ومالك في متابعة لنتائج الاستفتاء.